السلام عليكم معكم شركيا اللي بشركة كي واليوم جايب لكم شرح كيف تبني سلاح الماب الاخير بماب زومبيز ان سبيس لاند وهو سلاح الالعاب النارية او سلاح الصاروخ والسلاح اللي بسوي لك مجرد ما تطلق على زومبي راح ينقطع نصين ويطير مثل كانه صاروخ واي زومبي تحته راح يموتوا بعرف ما عليه ما في اقبال كبير على فيديوهات شروحات الاشياء بزومبي ان سبيس لاند وكلكم منكم فيديوهات القديمه عن بلاك ونظريات والنظريات والتحليل راح ارجع لها بس تعرفوا كيوتيوبر زومبي لازم اغطي هالاشياء يعني وبالذات انه زومبيز طيب اول خطوه لازم نجمع ثلاث عملات لونهم ازرق العملات في عملات خضراء في عملات لونهم ازرق وفي عملات لونهم احمر الثلاث عملات لونهم ازرق او بنفسجي يعني بنفسجي هنا نقول الثلاث عملات لونهم بنفسجي تجي وتحطهم عند الجهاز اللي هاد بالضبط هذا الجهاز يلي وتراح على الطريق كنت رايح على الجيجر حطت ثلاث عملات لونهم ازرق هنيك وراح يطلع لك تمثال صغير خده وهيك خلصت من اول خطوه الخطوه اللي بعدها تعال ادخل جوا الباك بانش واضغط مربع على طيارات اليو اف او وبعدين راح يطيروا لك طيارات يو اف او قبل لا تبلش بالخطوه اللي بعدها لازم يكون على سلاحك في الاركاد او السالنسر اللي تشتريه من احد الطاولات الموجوده بالماب ب 300 تيكت والتيكتات تشتريها تجمع تيكتات عن طريق انك تلعب العاب اركيد المهم بس اشتريت هالشيء على سلاحك تعال على مكان الجقر وشغل الفخ اللي موجود هون لازم تشغل الفخ الصاروخ لانه اليو اف او راح تضل تطير بدون نفس نفس المكان اذا ما شغلت الفخ مجرد ما تشغل الفخ اليو اف او او الطياره الصغيره هاي راح تبعد راح تبعد فانت مجرد ما تبعد لازم تضل وراها وتقتل زومبي تحتها وراح تلاقي انه ارواح الزومبي كلها عم تروح لليو اف او او الطياره الصغيره اوكي المهم بعد ما اليو اف او يعني او الطياره الصغيره هاي اخذت ارواح معينه راح تتكسر الطياره وتتحول للاورب معين او هذا الشيء لونه ازرق اضغط عليه مربع وهيك بنكون خلصنا من هالخطوه الخطوه اللي بعدها شايفين مكان التليبورتر هذا عند الججر لازم تشغله وترمي عليه قنبله وبعدين القنبله نفسها ترجع تمسكها وترجع ترميها مثل ما شايفين قدامكم هلا كنا عم بلعب كره كل شوي ارمي القنبله وارجع امسكها لا تخاف ما راح تتفجر بايدك المهم القنبله تضل تلعب فيها هيك من مكان التليبوتر اللي عند الجيجر للتليبوتر اللي بالنص واخر شيء توصل على النص وترمي القنبله جوا التليبوتر اللي بالنص راح تنزل لك بطاريه خد البطاريه وهيك خلص هيك الخطوه الاخيره اللي متعودين عليها هلا نفس اي سلاح تشير الاسنان الذهبيه بالتكتات كيف تجمع التكتات تلعب العاب اركيد وفيناك تجمع تيكتات المهم بس شيل الاسنان الذهبيه السنه اللي يجيك الوحش هذا اللي يجيك وخليه يفوت جوا تم التمساح وخلي التمساح يسكر تمه على الوحش ومجرد ما التمساح يسكر تمه على الوحش راح تتكسر اسنان التمساح وبس تتكسر اسنان التمساح تعال انت وركب الاسنان الذهبيه الجديده اللي اشتريتها بعد هيك راح تفتح لك بوابه جوا تم التمساح هالبوابة اطلق عليها بالسلاح يلي عليه الارك اللي اشتريتوه اول شيء او الكاتم ولازم الكاتم هذا يكون عليه يكون عليه اللون ازرق هذا الشيء اللي اخذناه من الطياره اللي تكسرت اطلق على الباب هذا او اطلق على الشكل هذا شايفين قدامكم راح ينفتح واحد منهم ويطلع منه القطعه الاخيره اضغط مربع لتاخذ القطعه الاخيره وبعد هيك تعال لمنطقه الججر او المنطقه اللي سوينا فيها كل الشغل اول شيء راح تلاقي عندك تمثال الرجل الفضائي هذا اضغط عليه مربع راح يركب كل القطع اللي انت آخر شي راح يعطيك السلاح ومبروك عليك وبس بس شباب هالفيديو اليوم اتمنى يكون عجبكم هاد اخر سلاح بدكم شرحات اشياء تانية غير الاسلحة اشياء تانية بالماب ولا لا خلتكم انا يعني اوقف وارجع للفيديوهات المتعودين عليها اتمنى تكتبوا لي بالكومنت و بس كلماتكم بشارك يالو بشركة كيش فيديوهات ثانية ان شاء الله مع السلامة